السؤال هنا هنا ليش الخاصية دي ليش لا لا دير عنده الجرينز يعني دير يشتغل خطوة على جهاز تنفسي وجهاز مناعي الانتقال مباشرة من خلال الرادات المتطاير من المريض أثناء الكحة أو العطس. الإنسان المريض، الشخص المريض، من أجل التوضيح في هذا النقطة، الشخص المريض إذا كان مصاب يكون يعطس ويكح، هذه العطسة والكحة تخرج واحد المجموعة ديال الرادات، ذاك الرادات يقدر يصيب الشخص الآخر أو الأشخاص اللي حواليه. إذا كان من طبيعة الحال حامل فيروس. ثانيا الانتقال على الانتقال غير مباشر. هذا دابا الانتقال المباشر هو الكورونا. هذا الانتقال غير مباشر عبر النفس، نفس الأسرع والأدوات المنبثة. يعني إذا كان شي فضاء فيه إنسان مصاب فغيدير ذاك العطس ديالو وشي وغادي يعفن ذاك الأسرع. إذا جا شي حد آخر ما فيه والو وقاص ذاك المسك ديال ديالو جا ذاك الباس ديال فيه ملوتي يقدر يتصاب ومن ثم نفس الفم أو الأنف أو الحي. يعني إذا قصنا على البلاصة عادي جا شي حد هذا المريض لا حد لا شي واحد دار هكا أو لا شي أو لا قص في الباب المريض ولا شي حاجة البلايص كاع اللي لازم نبدا المريض ودار شي واحد فرصة لا خاص داكشي عمل غير هكا ولا لا حنا فينا قاعده ايه تاخذوا شي واحد ديال هكا هذا هذا هذه طرق حتى عبر العين يقدر يكون ثالثا المخالطه المباشره بالمصاب اذا كان الانسان مصاب وخلطنا بها هذا يقدر يتقلع الاعراض الاصابه بفيروس كورونا المستجد هي ثلاثه الاعراض اولا ارتفاع درجه الحراره ملي كيتصاب الانسان كتكون بعض الاعراض ديالو الا كان شي ارتفاع في درجه الحراره الانسان كيتصاب بشي عرق يعرف راسو يمشي عند المراكز المختصه ثانيا السؤال او الكحه ثالثا صعوبه في التنفس يعني كيصب كيصيب هذا هو فالانس وشي هذا التنفس كيفية وقاية من عدوى فيروس كورونا المستجد؟ أولا غسل اليدين جدا جيدا بالماء والصابون باستمرار فيما نمشيو نقيسو شي حد وسلم ولا شي حد ولا لا 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 ولكن إذا قست شي بار ولا شي بواري ولا شي حاجة الإنسان موقع أي شخص يمشي يغسل يده الماء والصابون تشكك اتصال مباشر مع أي شخص تظهر عليه أعراض أمراض الجهاز التنفسي مثل الكحة والعطس تشكك بالبسط في الأماكن العامة. الإنسان اللي كيكون مصاب كيبقى جاتو التنظيمة كيتلاقى في شي بلاصة نزيد حاول يتجنب يبغي يدير شي مشروع طيب ولا شي حاجة ما يحاولش يديفيزي ديك زيد البرو هذه مجموعة من النصائح تكون المسافرين وانتوما طبعا حاضر تصبروا وبعدين بحكم المهام ديالكم ننصح المسافرين المتجهين للمناطق التي ينتشر فيها مرض كورونا المستجد باحترام التوصيات والتعليمات الصادره عن السلطات الصحيه للبلد الذي ستزور تجنب الاتصال والاحتكاك المباشر مع اشخاص تظهر عليهم الحمى الكحه اللي قلنا قبيل الحمى الحمى الكحه او اي اعراض تنفسيه اخرى تجنب الاماكن تجمعات جماهيريه في مكان شي شحال واحد يجي يتجنبوا حيت هي العدوى كتنتقل على انا نعطيكم واحد المجموعه ديال كتنتقل على اعمال دائما الانسان يشوف شي واحد يكون بعيد منه يعطيه واحد المتر ديال الاتزان كتكون تحت على الالتزام الصارم الالتزام الصارم بقواعد منظفه معتاده متمثله في غسل اليدين جيدا بالماء والصابون بصفه منتظمه استعمال المرطحات
الميكروبات في حالة عدم وجود ماء مستقر استعمل المطهر. أنا غنعطيكم واحد نبدا خطيطة على المطهر. حنا عندنا في السيكتور ديال الطهر والذهب واحد المجموعة من المطاهر فيما يخص اللي كنديرو الشيشات كاين دي جان كاين هذا. ولكن في الاماكن بالنسبه للغرون بيبليك ما يمكنش نوفو هذا الشيء. هذا الغرون بيبليك غير جافي جوج نقاط جافي ولا نسمع قاف جافي في كاس ديال الماء في غرون راه كافي باش نحط الذهب فيما نديرو شي قيعات على كان فيهم نسمع غادي جافي ولا غدا جافي فيما تنمشيو شي حاجه ولا لا نديرو كاع تجمع الناس الأنف أو الفم في حالة عدم غسل اليدين. تغطية الفم والأنف بمنديل ورقي أو بتدفئة في حالة الكحة أو العطس. منين بغيو ينكحو نديرو شي منديلات تاعي لا ولا عادة باش ما تحاولوش يديفيزيو ديك. تجنب الفم في المزارع أسواق حيوانات حية أو المشافع. تجنب التصل المباشر مع الحيوانات الحية أو الميتة. تجنب الأماكن الملوثة بالبراز والإفرازات الحيوانية. تجنب تناول المنتجات الحيوانية النتيجة أو غير مضحية جدا. مراقبة الحالة الصحية عند الإقالة وفي استشارة الطبيب في حالة وقوع الماء أو أي أعراض تنفسية أخرى. شي حاجه ولا شي علامه تظهر على الجهاز التنفس ديالو يمشي برا الجهات المختصه هما المنظمه ديال الصحه ديالنا ولا الشرطه راقينا عندنا خالد غادي يمكن فما غنشوف وهذا تقدروا تصدقوا به بحال اذا تعطى عليكم مثلا مشيتوا للسيطره ولا شي فونكسيون ديال اللي تعطى عليكم هذا تصدقوا بعض جاي من ذاك البلد اللي فيها الماء أو لا مشي أماكن اللي فيها المرض خصو يحس هاد الأعراض التنفسية اللي عنده هاد العلامة ديالو يحبس راسو يعيط يعني واحد الرقم بلا ما يتعب يعني على رقم يجي عنده ويحبس راسو 14 يوم حيت في 14 يوم يمكن إلا ما بانش فيه الماء الخطورة ديال الماء تكتب في 14 يوم إلا كان حامل الفيروس وإلا ما كان حامل الفيروس 14 يوم يبان لنا ما فيه الماء. الطريقة الصحيحة لغسل اليدين هو ضع كمية كافية من الصابون بحيث تغطي سطح اليد وبلل يدك بالماء ثم اتبع المراحل التالية. وتفضل دكتور صلاح هذا اليوم الضرورة التنفسية. هل كنت في سفر إلى بلد ينتشر فيه المرض خلال أسبوعين ماضيين وظهرت عليك أعراض تنفسية؟ إذا كانت الإجابة نعم على الأجوبة. ارتداء قناع طبي إذا توفر. الحد من مفارقة الأشخاص. توجه إلى أقرب مؤسسة شفائية. الاتصال بالرقم الاتصالي هو الذي يظهر على الشاشة. هذه النصائح أنا نديرهم يوميا غير أنا كنتذكر بهم لأن هذا هما الوسائل الوقائية من جميع الأمر. بما فيها إذا درنا هذا إلى التزمة هذه المجموعة ديال النقط راه غادي نقصد واحد 90% ديال الإصابة. هذا إذا كان شي إصابة لحد الآن كان في البلد ديالنا كاين ديك الحالة ديال الهواء وهاد الحالة اللي كاين عليه جا هما خرجوا نيجاتيف ماشي بوزيتيف ما كاينش. قم تغطية الفم تخلص منها بأسرع وقت في سدد ومدى غسل يديك بالماء الصافي. أسئلة شائعة ولا الأسئلة اللي تدور في المحيط هي هذه. سؤال وجواب. أنا قادم إلى إحدى الدول التي سجلت فيها حالة فيروس كورونا مسجل واشتكي من ارتفاع في الحرارة أو أعراض تنفسية وضيق في التنفس. ماذا أفعل؟ أنا شيء مشي بعد ما كافي هذا الشيء وعندي هذا الأعراض.
يمكن التوجه الى اقرب مستشفى ولمزيد من استفسارات مرفوض اتصال بالرقم وعندي هذا الجواب.
يمكن التوجه الى اقرب مستشفى ولمزيد من استفسارات معفو اتصال بالرقم. علاش فرق رائحه اليدين؟ رائحه اليدين مع تشبيك الاصابع. ولا تقول ضع اصابع اليد اليمنى على الظهر اليد اليسرى وفي بعض الاصابع ثم العكس. فرق الابهام برائحه اليد وفرق الاظافر اليد اليمنى بحركه دائريه برائحه اليد اليسرى ثم العكس. جفف اليدين باستخدام فوطة نظيفة شخصية أو من أفضل من دي الورق. بالنسبة للميدورة يكون حد الشوط أحسن ديال الإبادة يعطي أجل مدن إذا كان من الميدور غير ما أخبرت ما يكونش المكان مورا إذا كان من المكان مورا يعطي قضايا أجمل. هل يمكن الشفاء من فيروس كورونا المستجد؟ نعم، وعدد الحالات التي شفيت بعد الإصابة تبلغ نسبتها أكثر من 90% من مجموع الحالات المستشفى الشعب. إحنا قلنا هذا المرض هذا كسائر الأمراض الأخرى راه ملي كيصيب واحد الإنسان بلو أجر أو فازون طارئ صدق عنده شي مرض بحال السكري يعني عنده نقص المناعة ديالو وبيت السن يقدر يقدر يسيء اللي وصل الوفاة. وما أما الإنسان اللي باقي يعيش على الوفاة كتقول مالا عاد راه هذا الشيء كيقدر يدير. هنا الخط الأخير اللي عندك راه خصك تخرج منه بشوف الشيء. متى يجب على الإمام غسل اليدين قبل وأثناء وبعد إعداد الطعام؟ قبل تناول الطعام قلنا قبل وأثناء وبعد إعداد الطعام. قبل وأثناء وبعد هذا هو قبل تناول الطعام. قبل تناول الطعام خاص بالدم قبل السعال أو العطس. بعد السعال أو العطس قبل وبعد رعاية شخص مريض بعد استخدام دورة المياه بعد تغيير أفراد الطفل بالنسبة للنساء بعد لمس الحيوانات بعد لمس القمامة. أشخاص مصابين بأمراض مزمنة مثل السرطان وداء السكري وأمراض الرنة المزمنة